كانت بمثابة وعود تخديرية لم يرى الشعب اللبناني منها أي إنجاز نوعي يضفي على حاضره ومستقبله اطمئنانا، فبقي الإصلاح مجرد شعار يكرره المسؤولون والسياسيون وهم يضمرون عكسه تماما، ينادون به ولا يأتون عملا إصلاحيا مجديا، بل يؤمنون مصالحهم السلطة والشخصية باتقان وتفان، حتى وصل بنا الأمر إلى أن أصبح الفساد في لبنان فسادا مؤسساتيا منظما بامتياز، متجذرا في سلطاتنا ومؤسساتنا وإداراتنا. أيها اللبنانيون، حين كنت لا أزال مبعدا إلى فرنسا كان شعار الإصلاح يصدح في لبنان، ولم أرى منه حين عدت أي أثر من أي نوع كان، فحملت مشروع التغيير والإصلاح في محاولة لإنقاذ الوطن من براثن المصالح الفئوية والشخصية والسلطوية التي أودت بنا جميعاً إلى ما نحن عليه اليوم. رفع المتضررون المتاريس بوجهي، ما زالت صفحات الإعلام المكتوب والمواقف في سائر الوسائل الإعلامية شاهدة على تصميم ممنهج من هؤلاء لعدم تمكيني من أي مشروع إصلاحي بمجرد أنه نابع من اقتناعي ونهجي. أسأل اليوم، ما هي الحالة الاجتماعية لشعبنا في ظل غياب منظومة الحماية الاجتماعية الشاملة المعروفة بضمان الشيخوخة، والتي وضعت اقتراح قانون بشأنها بعد عودتي من الإبعاد، لم يجد بعد طريقه إلى الإقرار؟ أين التقديمات الطبية والعلاجية الشاملة لشعبنا وقد ضاقت به الأحوال بفعل عدم وضع أي سياسة اجتماعية ناجعة تحميه من غدر الزمن؟ أين نحن من رفع الدعم على موادنا الحيوية التي نستورد معظمها ولا نضبط استفادة شعبنا من دون سواه منها؟ أين الاقتصاد بعد أن أكل ريعه أموال اللبنانيين وجان عمرهم، في حين أننا كنا ننادي وما زلنا بالاقتصاد المنتج؟ أين الخطة الاقتصادية ومن أفشل تطبيقها؟ أين برنامج الاستثمار العام ومن أبقاه حبرا على ورق؟ أين الخطط الإنمائية القطاعية التي وضعها مؤتمر سادر ومن تقاعس عن تنفيذها؟ أين خطة الكهرباء التي تنام في الأدراج منذ سنة 2010 ولم يحدد لها أي اعتماد أو إطار تنفيذي بالرغم من إصرارنا عليها، كي لا يظل اللبنانيون أسر العتمة وكلفة المصادر المتعددة للطاقة المحرزة؟ أين خطة السدود من تجميع ثروة لبنان الطبيعية، المياه التي تنبع من جوف أرضنا وتذهب سدى من أنهارنا إلى بحرنا؟ في بدايات عهدي أيقظت مراسيم الاستكشاف والتنقيب عن الغاز في بحرنا بعد سبات عميق، والغاز ثروة طبيعية لها حجمها وأثارها الإنقاذية لأوضاعنا الاقتصادية المتردية، في حين
أن التشكيك لا يزال سائداً لدى مروجي التشاؤم من بعض من يتولى الشأن العام. أين سائر مشاريع الإصلاح؟ أين 47 بنداً التي عرضت على رؤساء الكتل والأحزاب جميعاً في لقاء جامع في قصر بعبدة؟ فاعتمد جزء كبير منها ولكن لم ينفذ شيء. لماذا تم الهروب من تحمل المسؤولية وإقرار مشاريع الإصلاح؟ ولمصلحة من هذا التقاعس؟ وهل يمكن إصلاح ما تم إفساده باعتماد السياسات ذاتها؟ أين اقتراحات قوانين الإصلاح من استعادة الأموال المنهوبة والتحقيق التلقائي في الذمة المالية للقائمين بخدمة عامة؟ أين نحن من هدر المال العام والحسابات المفقود أثرها في وزارة المال ومشاريع قطوعات الحسابات؟ أين نحن من هيئة الإغاثة ومجلس الإنماء والإعمار وصندوق المهجرين ومجلس الجنوب والمؤسسات العامة غير المنتجة والتي توافقنا على إلغائها لوضع حد للنزيف المالي الحاد فيها ومن جرائها؟ أين نحن من مبادرة الإنقاذ من محل بنا اقتصادياً أو اجتماعياً أو نقدياً أو مالياً أو لجهة إعادة إعمار بيروت بفعل انفجار المرفأ المأساوي؟ أين نحن من برامج المساعدة ومن المبادرة الفرنسية الاقتصادية الإنقاذية والمباحثات مع صندوق النقد الدولي ومساهمات مجموعة الدعم الدولية لعملية الإنقاذ؟ أين القضاء من سطوة النافذين؟ وأخيراً وليس آخراً، أين نحن من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان؟ وهو قرار حكومي يهدف إلى معرفة أسباب الانهيار الحالي وتحديد المسؤولين عنه من فاعلين ومتدخلين ومشاركين. هذه التجربة الرائدة أتى من يعترض عليها ويعرقلها ويناور لإفشالها. إن صمت أي مسؤول وعدم تعاونه بمعرض التدقيق الجنائي إنما يدلان على أنه شريك في الهدر والفساد. فهذه التجربة إذا قدر لها النجاح ستنسحب على الوزارات والمجالس والصناديق والهيئات واللجان والشركات المختلطة كافة من دون استثناء، وسوف تسمح بتحديد المسؤوليات وانطلاق الإصلاحات اللازمة وصولاً إلى إزاحة الفاسدين. فمن يجرؤ على توقيفها؟ وكيف يمكن أن ندعي الإصلاح ومحاربة الفساد ونعطل في الوقت نفسه أهم إجراء يمكننا من كشف مكامن الفساد وأسبابه والفاسدين؟ وهل يمكن أن يسكت اللبنانيون شعباً ونواباً وإعلاماً عن ذلك؟ أيها اللبنانيون، اليوم مطلوب مني أن أكلف ثم أشارك في التأليف عملاً بأحكام الدستور. فهل سيلتزم من يقع عليه وزر التكليف والتأليف بمعالجة مكامن الفساد وإطلاق ورشة الإصلاح؟ هذه مسؤوليتكم أيها النواب، فأنتم المسؤولون عن الرقابة والمحاسبة البرلمانية باسم الشعب الذي تمثلون، وأنتم اليوم مدعوون باسم المصلحة اللبنانية العليا لتحكيم ضميركم الوطني وحس المسؤولية لديكم تجاه شعبكم ووطنكم، سيما أنه مر عام على 17 تشرين وما يحمل من دلالات غضب للمواطنين ومن رفعهم شعار كل يعني كل
ما يشمل الصالح والطالح منا. قلت كلمتي ولن أمشي، بل سأظل على العهد والوعد، وأملي أن تفكروا جيداً بآثار التكليف على التأليف وعلى مشاريع الإصلاح ومبادرات الإنقاذ الدولية. ذلك أن الوضع المتردي الحالي لا يمكن أن يستمر بعد اليوم أعباء متراكمة ومتصاعدة على كاهل المواطنين. سأبقى أتحمل مسؤولياتي في التكليف والتأليف وفي كل موقف وموقع دستوري، وبوجه كل من يمنع عن شعبنا الإصلاح وبناء الدولة. عشتم وعاش لبنان.